تجمع أعيان قريتي واتادومالو لدي هذه الدار المبنية من الإسمنت على خلاف أغلب المساكن هنا. ومن أبرز ما قدموه أمام كاميرا المرابطون شكواهم من فصل الصيف ومخلفاته على التنمية الحيوانية في المنطقة، كما يطالبون بسياجات مساعدة على فلاحة الأرض. لدينا مشاكل كبرى، فالعشب غير موجود البتة، ماشيتنا هاجرت إلى مالي بحثا عن العشب. نحب أن نجد مدرسة مستقرة كما نريد سياجات للزراعة. ومع أن سياجات الفلاحة واحد من مطالبهم، إلا أنهم ما زالوا أيضا يعانون نقصا في المياه، أخذوا يتغلبون عليه عبر بئر تبعد نحو كيلومتر من المدينة، يعتمدون عليها في جلب المشرب ويتنقلون إليها لغسل الثياب. وعلى قائمة المطالب أيضا يتكرر التعليم وتجد الصحة. ما تزال لدينا مشكلة المياه، بدأنا طريقنا إلى التخلص منها لكننا لم نتمكن من ذلك بعد، ونريد أن يعاد تأهيل مدرستنا لتكون مدرسة حقيقية، كما نريد توفير طبيب. تأسست القرية في أربعينيات القرن الماضي، وهي الآن تأخذ لنفسها نمطا معماريا شبه موحد، وإلى هذا السبب يرجعه أحد شبابها. نسكن هنا منذ 70 سنة، ترعرعنا وكبرنا هنا، اخترنا نمطنا العمراني هذا بداء البقر. لو كنا أغنياء لبنينا بيوتا أفضل. تبعد القرية قرابة 60 كيلومترا عن عاصمة الولاية، وتعتمد في حياتها على التنمية الحيوانية، وتكاد المطالب توحدها مع محيطها رغم اختلاف العادات واللغة. المساعدة في التغلب على آثار الجفاف وتوفير الصحة والتعليم أبرز مطالب سكان هذه القرية. محمد أحمد الخوي، قناة المرابطون، واتادو مالو، ريفو قي دماغه.